والآن إلى فقرة ريفرش مع الزميل نعيم برجاوي. مساء الخير. مساء النور جورج. في عنا أخبار يعني تكنولوجية وأخبار تقنية من تبعها معك، تفضل. شكرا شكرا. بخمس دقائق فقط أصبح السد جاهزا ومليئا بالماء في مرج بسري، طبعا هذا بفضل النسخة الأحدث من فوتوشوب التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث قام المصور رامي رزق بإجراء هذا التعديل على الصورة الأصلية التي سبق أن التقطها للمرج. الصورة المعدلة لاقت تعليقات عدة، حيث نالت إعجاب البعض، فيما جدد البعض الآخر رفضه لمشروع السد. أما رامي فقد أكد للجديد أن الهدف من هذا التعديل هو التنبه والتأكد من صحة ما ينشر على مواقع التواصل. صور يعني عم نشوفهم لسد بسري او لمرج بسري بالاحرى، والتويت يلي حطيتها استعملت فيهم برنامج فوتوشوب بيتا اللي نازل مؤخرا، هو بيتا 2023 حتى منه الفاينل، اللي فوتوا على فوتوشوب الذكاء الاصطناعي. وانا بالمناسبه ضد السد، بس نزلت هيدا التويت بس لهيك، لان ديبيت بالعالم يعني تشوف اول شيء السد وتشوف مخاطر هيدا الموضوع. فكان انه تعليقات ناس انه بتقول انه هذا منه ذكاء اصطناعي، لانه لو في ذكاء ما كان سد في مي اصلا، او كان لون المي خضراء مثل انه نسبه للقرعون انه ملوث. فهذا الموضوع كان صراحه بدي الفت عليه النظر، وانا كمصور محترف حتى بالصور فيك تغش كثير عالم، مثل كمان اخر مره نزل تويت انه في انفجار بالبنتاغون قاموا كل العالم فكروا الخبريه صح من وراء صوره فيك، وما كان حدا يعرف اذا فيك ام لا. قال رئيس اختبارات وعمليات الذكاء الاصطناعي في القوات الجوية الأمريكية إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة مزودة بنظام الذكاء الاصطناعي هاجمت مشغلها أثناء اختبار محاكاة للجيش. ونقلت صحيفة الجارديان عن المسؤول قوله خلال مؤتمر القدرات القتالية الجوية في لندن إنه تم توجيه الطائرة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي للعدو، إلا أنه عندما حاول مشغلها منعها من الوصول إلى هدفها هاجمته ودمرت برج الاتصال التابع للنظام. وأشار المسؤول إلى أنه على الرغم من أن الواقعة كانت مثالا افتراضيا، فإن هذا يستعرض التحديات التي تفرضها قدرات الذكاء الاصطناعي في الحياة الواقعية. ولاحقا نفت متحدثة باسم قوات سلاح الجو الأمريكية خوض أي تجربة للمحاكاة، وأكدت التزام الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. في الخبر الأخير، ستسمح شركة تويتر قريبا للمستخدمين خيار إخفاء خانة اللايك. هذا الخيار سيعزز الخصوصية للمستخدمين، بحيث لم يعد يستطيع أي شخص أن يطلع على إعجابات غيره من التغريدات. وبهذا الخبر نصل إلى ختام ريفرش. أعود إليك جورج. شكرا نعيم.